القوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة سوف تعبر قناة السويس لتتولى مسؤوليتها الوطنية على الضفة الشرقية للقناة. القوات الجوية بالضربة الأولى أقتلت إسرائيل توازنها وأصبحت حربنا تسمى حرب الست ساعات بدل حرب الست أيام اللي قالوا عليها سنة 67 في ست ساعات. وقد فقدت القوات الإسرائيلية توازنها كاملا. لابد أن نعترف بالجدارة والأداء اللي قامت به قواتنا الجوية في الضربة الأولى ومهدت لكل هذا الانتصار الرائع. برغم كل ابعاد الهزيمة المريرة لم يمضي اربع اشهر وفي 21 اكتوبر الا وكانت بحريتنا المجيدة بتضرب لاول مرة في تاريخ البحرية العالمية اول صاروخ على اكبر قطعة في الاسطول الاسرائيلي. ومن المواقع المصرية على حافة القناة كان التسجيل النهائي لكل طائر بعد ما شرح لي كل واحد منهم قصته على سيناء الدم. قامت قواتنا المسلحة باروع اداء. لن ننسى ابدا البطولة والفداء. جميع فروع القوات المسلحة ادت واجبها على اروع طول. كان الى جانب السلاح والمهارة في استخدامه كان الى جانب كل هذا في ايمان عند كل واحد فيهم. كان في صلابة. كان في شراسة. مستلهمة من الالام والمرارة اللي عانيناها بعد 67. عشان كده تحول السلاح في ايديكم الى شيء رهيب. وكانت تتولى الانباء بسقوط النقط الحصينة من خط بارليف على القناة ورفع العلم المصري. سقطت كل النقط الحصينة لخط بارليف في ساعات. قوات الدفاع الجوي. قوات الدفاع الجوي ضربت السيادة الاسرائيلية الجوية في الايام الثلاثة الاولى الى الحد اللي صدرت فيه الاوامر من القيادة الاسرائيلية للطيارين بعدم الاقتراب من القناة. وفي الثلاث ايام الاولى فقدوا اكثر من ثلث سلاح الطيران الاسرائيلي على الجبهة المصرية وزبدة الطيارين اللي كانوا بيفقوا ويباعوا فيه. لا تتصوروا مبلغ سعادة وانا اتفقد مركز الرئاسة الاسرائيلي المواجه للسويس وبجانبه المدافع التي اعتدت على السويس وخربت الزيتية وخربت السويس. اتاهم ابنائي من الجيش الثالث وتركوا مركز القيادة كما هو بالكامل. فروا بملابس فقط. اين ذهبت نظرية الامن الاسرائيلية التي حاولوا اقامتها بالعنف طارة وبالجبروت طارة اخرى طوال 25 سنة؟ لقد انكسرت وتحطمت. احمد الله، فقد كنت واثقا انني سالتقي بكم
وتحت اعلام مصر. ففي اخر لقاء لي معكم. Shut up and sit down.